أيها الحضر الكريم، مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، أينما كنتم أسعد الله مساءكم هذا بكل خير، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم من هنا من ميدان الهباب، حيث ننقل على حضراتكم هذا السباق الخاص لإنتاج المشير. ومع هذه الانطلاقة الأولى، ترحيبنا وتشريفنا بسيدي سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون حفظه الله ورعاه، الذي نتشرف بحضوره الكريم لمتابعة هذه الانطلاقات. ترحيبنا بكل الأخوة الحاضرين، وعلى بركة الله نتحرك بأول أشواطنا الرئيسية لفئة الأبكار. نذهب إلى المقدمة لنتابع عناقيد، وهي تقود المقدمة مايد بن محمد بن عتيج المقعودي، من يقدم لنا عناقيد الذهب وعناقيد الخبرة والتحدي. أما المركز الثاني تأتينا المشيرة سعيد بن محمد بن سعيد الكتبي، ثانيا النقلة التالية على المركز الثالث شاهينية عبد الله بن عتيج المقعودي. يا سلام يا سلام يا شاهينية، تحت راسه ألف ألف ألف، خبر جميل تتقدم بجمال وبإثارة. هذه الثلاث المراكز الأولى وشعارات المقعودي من تتلألأ في أول الأشواط وأول المراكز، مع عناقيد في المقدمة مايد بن محمد بن عتيج المقعودي، ولكن الشاهينية الشاهينية يا سلام يا سلام، راحت عن الشوط، راحت بهذا العرض الجميل، بهذه السرعة، بهذا الوزن، بهذا الأصل. إنتاج المشير، إنتاج المشير، إنتاج المشير، هو من يقدم الإشارة للتحديات القادمة. حذارة حذارة من هذه السلالة القوية، والمشير هذا هو إنتاجه، وهذه الشاهينية العبد الله بن عتيج المقعودي، من تتقدم الناموس. الناموس يا عبد الله يا بن عتيج المقعودي. الثاني عناقيد المايد بن محمد المقعودي المركز الثالث، أسياد مبارك بن قروش العويسي المركز الرابع، فهنا أيضا وصايف عمر بن محمد بن حميدان. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، استمتعنا بهذا الشوط. والتوقيت الزمني 2:07 التوقيت الذي تسجل عندنا مع الشاهينية.